بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء سنتحدث عن الأسبقية. قال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما هي الأسبقية؟ مفهوم الأسبقية هي حق التقدم بين الشخصيات على الصعيد الرسمي والاجتماعي. إذن الالتزام بنظام الأسبقية بالغ الأهمية، حيث يجب مراعاة وتطبيق هذه القواعد بين الشخصيات في حال اجتماعهم مع بعضهم البعض في مكان واحد. فترتبط الأسبقية بما فطر عليه البشر من حب الظهور والتنافس والتسابق، وهي مهمة جدا، حيث أن إذا وجد الشخصيات الهامة في مكان، اجتمعوا في مكان سواء اجتماع أو عشاء عمل، ولم يتم تحديد الأسبقيات فيما بينهم، قد تظهر الإشكاليات وقد تظهر مشاكل حقيقية في عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، أو إظهار المكانة اللازمة لبعض الشخصيات الهامة في المكان. وهذا يظهر عندما تكون الشخصيات بدرجة سفراء دول أو وزراء أو شخصيات لها الطابع الرسمي، حيث أن هذا الشخص يمثل الدولة وهذا المكان التي يستحقها في هذا المكان، وهذه الأسبقية تمثل دولته قبل أن تمثله هو شخصيا. هناك بعض الأسبقيات بشكل عام حددها الكاتب في هذا الكتاب، سنتطرق إلى أكثر من ذلك. الأسبقية بين الدول، حيث تحددت الأسبقيات بين الدول كاملة السيادة، وهنا المقصود بكاملة السيادة. هناك بعض الدول ليست كاملة السيادة في الأسبقيات الرسمية، في حضور بعض الدول لا تأخذ الأسبقية الكاملة. فكاملة السيادة يتم تحديدها بأكثر من نوع، وهي طريقة التناوب. طريقة التناوب أي يكون في كل اجتماع، مثلا الاجتماع يكون خلال مثلا كل 6 شهور أو كل عام، المرء في أول اجتماع يكون لدولة تأخذ الأسبقية، الصدارة، مكان الصدارة في الاجتماع في هذه الدورة. الدورة القادمة تكون الأسبقية للدولة التي تليها، وهكذا. أو طريقة القرعة. طريقة القرعة هي تتم قبل بدء الاجتماع، قبل البدء وفي نهاية كل دورة يتم تحديد الأسبقية للدورة القادمة. أو الطريقة الأبجدية. الطريقة الأبجدية حسب حروف الدول، وفي الغالب جميع هذه الطرق لم تجد قبول في كثير من الدول. لو تحدثنا بشكل مفصل ثانيا، نأخذ النقاط وبعد ذلك نتحدث. الأسبقية بين الملوك والرؤساء الدول، بصفة عامة لا توجد قواعد ثابتة تحدد الأسبقية بين الملوك أو رؤساء الدول عند اجتماعهم في مكان واحد، ولكن إذا اجتمع رئيس دولتين فإن الرئيس المضيف يعطي الأسبقية للرئيس الضيف، الضيف يأخذ مكانه ويأخذ الأسبقية، أي يكون في الجانب الأيمن للمضيف. أما إذا اجتمع عدد أكبر من الرؤساء في مكان واحد فيمكن تحديد الأسبقية فيما بينهم طبقا لأحد القواعد التالية. هذه القواعد كانت متبعة في السابق كتاريخ التاج. التاج أي أقدمية الجلوس على العرش، أو أقدمية الدولة كدول الخليج،
تاريخ تولي الحكم، الحروف الأبجدية لأسماء الدول وهي أنسب الطرق كما تحدثنا قبل ذلك، التناوب بحيث يتقدم كل منهم على زملاء في اجتماع من الاجتماعات أو حفل من الحفلات، التناوب حتى في غياب دولة عن الاجتماع تأخذ المكانة أو تقوم بالتنازل إلى الدولة الأخرى في حال عدم حضورها لهذا الاجتماع. وفقا للتقدم في السن، فالأكبر سنا يسبق الأحدث سنا، وهذه بعد فترة من الزمن أصبحت غير جدوى، لأن أغلب رؤساء الدول أخذوا سنا أكبر، كانوا موجودين يعني في درجة عالية من السن. الاتفاق المسبق بعدم وجود أسبقية بينهم وأن مواضيعهم متساوية، وهذه لم تجد قبول، وفي أغلب الأحوال يكون القرار في مثل المناسبات التالية: رئيس الدولة المضيف، من يقوم صاحب الدولة الذي يقوم بالضيافة هو من يقوم بتحديد الأسبقيات بما يتناسب مع القواعد وليست بشكل عشوائي، يقوم بتحديدها مسبقا وترسل من خلال الدعوات التي ترسل إلى الدول، يتم تحديد الأسبقيات، وفي حال هنالك أي اعتراض تكون المراسلات قبل بدء الاجتماع. وكان يوجد في الماضي عدة أسس لتنظيم الأسبقية بين الرؤساء والملوك، منها مثلا قدم الاستقلال أو عدد السكان أو النظام الملكي على النظام الجمهوري. هناك بعض الدول تعتبر أن النظام الملكي يأخذ بعد في الأسبقية أكبر من النظام الجمهوري الذي يتداول فيه الرئاسة بشكل دائم، ولكنها في الوقت الحالي مرفوضة بشكل عام. وأن القواعد الراهنة في الأسبقية لرؤساء الدول تستند إلى مبدأ المساواة بين الدول المستقلة، والذي أقره ميثاق الأمم المتحدة. حيث يجب أن نتذكر بأن رئيس الدولة الضيف يتقدم على رئيس الدولة المضيف بصرف النظر عن اعتبارات القدم. الضيف دائما يأخذ المكانة بغض النظر عن الأسبقية أو الأقدمية، لأنه يعتبر ضيف ويجب أن يتم تكريمه في الدولة. أما أسبقية الوزراء وكبار الموظفين في الدولة، فكبار الموظفين والأسبقية بشكل عام يتم تحديدها من خلال مرسوم رسمي من قبل رئيس الدولة يتم إصداره، ويقوم بتحديد جميع الأسبقيات لكبار موظفين الدولة، من يسبق من يأخذ الأسبقية، طبيعة التعامل لهذه الشخصيات داخل الدولة، وهكذا. وتحدد أسبقية الوزراء في الدولة وفق المرسوم بتشكيل الوزارات، ولكل بلد أسلوب خاص في تحديد الأسبقية. أما كبار الموظفين في الدولة فتحدد أسبقيتهم استنادا إلى المركز الذي يشغلونه ومرتبتهم في هذا المركز وأقدميتهم في هذه المرتبة. وإذا انتمى موظف لأكثر من فئة ولقب فتكون أسبقيته في الفئة العليا، أي شخص يشغل مثلا الهيئة العامة للمواصلات، الهيئة العامة للبترول، الهيئة العامة كذا، ويشغل منصب آخر وهو وزير في وزارة، يأخذ أسبقية المرتبة الأعلى وهي مرتبة الوزارة. أما هناك أسبقية مثلا أسبقية الأزواج والزوجات، أزواج رئيسات مجلس الوزراء أو الوزيرات والموظفات اللواتي يشغلن منصبا كبيرا في الدولة لا يتمتعون بأسبقية الزوجات، حيث تحدد أسبقيتهم حسب الوظيفة التي يشغلونها في الدولة،
أو أسبقية خاصة إذا لم يكونوا موظفين، بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار احترام مركز الزوجة الرسمي، مع عدم المساس بأسبقية موظفين الدولة البارزين، ومراعاة الأعراف والتقاليد المحلية. وإذا يجب أن نراعي تقديم السيدات على الرجال، بحيث يوضع السيدة ثم الرجل. ولكن في الأسبقية إذا أخذت الزوجة أو السيدة في هذا الاجتماع، أجت حضرت الاجتماع ممثلة عن الوزارة، أو هي وزيرة مثلا، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الصحة، وزيرة كذا، تأخذ أسبقية الوزارة، تأخذ أسبقية المكانة، مكانة الوزارة، هي بمثابة وزيرة بغض النظر أنها سيدة أم ذكر، أنثى أم ذكر. أما ما الأسبقية بين الدول في التوقيع على المعاهدات أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف أو الثنائية، تتبع عدة طرق، منها طريقة التناوب أو طريقة الأبجدية، تحدثنا عنها سابقا. فكما تحدثنا عن طريقة التناوب، طبق الاتفاقيات بنسخ تعادل أعداد الدول المشاركة، حيث توقع كل دولة في المركز الأول من النسخة التي ستحتفظ بها تلك الدولة. يتم تحضير نسخ من أسماء الدول، ويتم توقيع كل دولة في المركز الأول من النسخة التي ستحتفظ بها هذه الدول. هذه طريقة كانت متبعة سابقا في تحديد الأسبقيات بالتناوب، لكي كل دولة تأخذ مكانة الأسبقية في المرة القادمة. وطريقة الأبجدية التي تبدأ باسم الدولة الرسمي، لأن أسماء الدول أسماء ثابتة، فكل دولة تأخذ الأسبقية حسب اسم الدولة. ولكن هذا كان هناك عدم قبول لهذه الأسبقيات، لأن الدول التي تبدأ بآخر الحروف الأبجدية قد تأخذ دائما المكان الأخير في الأسبقية، دائما بشكل دائم، وهذا لا يعطي الأحقية للدولة بالتقدم، على عكس الدول التي تبدأ بالحروف الأولى من الحروف الأبجدية. أما الأسبقية في المؤتمرات، فتمنح الرئاسة والسكرتارية العامة للدولة المضيفة على سبيل المجاملة في المؤتمرات الدولية والإقليمية، تكون الرئاسة بالتناوب، وعليه يجب أن تكون درجة رؤساء الوفود متساوية. إذا أردنا تطبيق التناوب في المؤتمرات، يجب أن يكون درجة الحضور الجميع بدرجة متساوية، الجميع رؤساء، الجميع سفراء، الجميع وزراء، وهكذا. أما عن مقر الاجتماع، فيمكن عقده بالتناوب لدى كل الأطراف أو الاتفاق على عقدها في مقر محايد، حيث يفضل أن تكون المائدة المستديرة متوافرة لحسم أماكن الصدارة. هذا سنتحدث به لاحقا في قضية الجلوس على المائدة والأسبقية، لأن كل شكل مائدة يحدد أسبقية خاصة، وهذا يؤثر على مكان الجلوس الخاص، مكان جلوس خاص بالمكان. ونلخص الأسبقية بشكل عام، حيث نظام الأسبقيات وأهمها. فالأسبقية المكتسبة حسب المكانة الاجتماعية، الأسبقية المكتسبة حسب المكانة الاجتماعية، في جلسات عامة عائلية
يكون هنالك تحديد للمكانة الاجتماعية لشخص معين، سواء كان مختار عائلة أو كبير العائلة أو كذا، يأخذ مكانة اجتماعية خاصة فتكون له الأسبقية ويأخذ الصدارة في المكان الذي يجلس فيه. والأسبقية المكتسبة حسب المنصب. المنصب كما تحدثنا سابقا أن الوزير يأخذ المكانة في حال وجود وزراء، في حال وجود سفراء وهكذا. أما الأسبقية المكتسبة حسب الأهمية والدرجة، الأهمية والدرجة تختلف. إذا اجتمع سفراء مع وزراء مع ممثلين للدول أقل من درجة سفير، كل منهم يأخذ درجة تختلف عن الدرجة التي يكتسبها الشخص الآخر. أما الأسبقية المكتسبة حسب الأقدمية، الأقدمية إذا اجتمع في مكان واحد سفراء لعدد من الدول، يكون هنالك عميد للسفراء وهو أقدم سفير لدولته في هذه الدولة، هذا يأخذ حسب الأقدمية، تكون له مكانة ويأخذ الصدارة في حال وجود البقية وجميعهم في نفس الدرجة، درجة سفير. الأسبقية المكتسبة بحكم فارق السن، وهذه يتم الاعتماد عليها في بعض الحالات وليس في كل الحالات. في بعض الحالات أنه إذا وجد مكانة صاحبها صغير في السن، ولكن درجة الدولة أو المكانة التي تأخذها الدولة في الأسبقية أعلى من درجة المكانة للدولة الأخرى، ولكن المكانة في الدولة الأخرى يوجد بها شخص كبير السن، لا، يتم إلغاء قضية فارق السن ويتم الاعتماد على مكانة الدولة. الأسبقية المكتسبة حسب الدرجة العلمية. مثلا في المؤتمرات يتم تحديد الأسبقية في الحديث، مثلا رئيس المؤتمر أو ضيف الخارجي حسب طبيعة مكانته، ثم مثلا رئيس المؤتمر، ثم رئيس حسب الدرجة العلمية، مثلا حسب الترتيب رئيس المؤتمر، ثم رئيس اللجنة العلمية، ثم رئيس اللجنة التحضيرية وهكذا. في الجلوس على المنصة يتم تحديد حسب الدرجة العلمية، من المنتصف رئيس الجلسة، ثم يتم على اليمين وضع أعلى درجة علمية الأستاذ الدكتور، ثم أقل منه درجة الدكتور على الجهة اليسار، ثم على الجهة اليمين على يمين الأستاذ الدكتور الدرجة الأقل، وهكذا بنفس الترتيب. وهذا يأخذ الأسبقية حسب الدرجة العلمية، التوزيع حسب الدرجة العلمية. والأسبقية المكتسبة حسب الدور في التناوب في القرعة والحروف الأبجدية كما تحدثنا قبل ذلك. هناك أسبقية التحدث، يتحدث صاحب الأسبقية أولا كما تحدثنا قبل قليل، في مثلا مؤتمر سيتحدث ضيف المؤتمر أو راعي المؤتمر، ثم يتحدث رئيس المؤتمر، ثم يتحدث رئيس اللجنة العلمية، فاللجنة التحضيرية، فهكذا. أسبقية التكريم، يكرم صاحب الأسبقية الأولى في الأولى ويليه الآخرون. عندما يتم التكريم يتم البدء في تكريم أعلى درجة ثم النزول إلى البقية. هناك من يقوم على العكس، يجعل من يكرم على درجة آخر تكريم، ولكن الأسبقية تطلب أن يتم تكريمه في بداية التكريم. أسبقية الدخول والخروج،
وهذه لها محاضرة واسعة عن كيفية الدخول من الأبواب وكيفية الخروج في القاعات وهكذا. تعطي الأولوية والحق لصاحب الأسبقية الأولى عندما يأتي ضيف، مثلا مثال بسيط لما يكون مضيف وضيف، نعطي الضيف اللي هو الأسبقية في الدخول من الباب قبل الضيف. أسبقية ركوب السيارة، يجلس صاحب الأسبقية الأولى في المقعد الخلفي عكس ناحية السائق مباشرة، وهي المقعد الخلفي اليمين، وهو هذا مقعد الصدارة داخل السيارة. مقعد الصدارة داخل السيارة، الكرسي الخلفي اليمين للسيارة. وصاحب الأسبقية الثانية في المقعد الخلفي خلف السائق مباشرة. وهذا في حال أنه هناك ضيف ومضيف، يقعد ضيف، يجلس الضيف خلف في المقعد اليمين، في المقعد اليمين للسيارة، ويجلس المضيف في المقعد اليسار. إذا كان هناك ضيف ثالث، أين يجلس؟ يجلس في المنتصف. يجلس في المنتصف. هناك أسبقية أيضا، أسبقية النزول من السيارة، ينزل صاحب الأسبقية الأولى من الباب الأيمن، وصاحب الأسبقية الثانية والثالثة من الباب الأيسر. أسبقية النزول من السيارة، ينزل صاحب الأسبقية الأولى من الباب الأيمن، وصاحب الأسبقية الثانية والثالثة من الباب الأيسر. إذن إذا وجد ثلاثة ضيوف داخل السيارة كما تحدثنا، في حالة النزول ينزل الضيف الأول من الباب الأيمن في المكان الذي يجلس فيه، أما الضيف الثالث وهو قريب على الباب الأيمن لا يستخدم الباب الأيمن في النزول، بل يستخدم الباب الأيسر وهو باب المضيف. أما أسبقية عند قيادة السيارة، عندما يقود صاحب السيارة الأولى السيارة بنفسه، يكون المقعد المجاور للسائق والمقعد الأمامي مقعد صاحب الأسبقية الثانية. أسبقية الجلوس، عند الجلوس شخصين فقط يحل صاحب الأسبقية الثانية. وهكذا قد رأينا بعض هذه المشاهد عندما يسوق، يقود سيارة رئيس دولة أو رئيس وزراء السيارة تكريما للضيف الذي حضر إلى هذه الدولة. أسبقية السير، عندما نتحدث عن أسبقية السير، عند السير يكون صاحب الأسبقية الأولى على اليمين، أما في حال السير في موكب رسمي يفضل ألا يزيد الصف الواحد عن 5 أشخاص. يحتل صاحب الأسبقية الأولى المنتصف بنفس ترتيب الجلوس. صاحب الأسبقية الأولى يحتل المنتصف وهو الضيف بنفس ترتيب الجلوس. أما إذا تطلبت الظروف أن يكون العدد 4 أشخاص، يحتل صاحب الأسبقية الأولى جهة اليمين، والثاني والثالث والرابع على يساره بنفس ترتيب الأسبقية. إذن هذه نقطة مهمة. أسبقية السير، عند السير يكون صاحب الأسبقية الأولى على اليمين، أما في حالة السير في موكب رسمي يفضل ألا يزيد الصف الواحد عن 5 أشخاص. وهذا يكون واضح في الزيارات، في داخل المؤسسات، يجب أن يكون لا تزيد الأشخاص الذين يقومون بالتحرك مع الشخصية عن 5 أشخاص أو 4 أشخاص، والشخصية هي الخامسة.
حتفضل ألا يزيد الصف الواحد عن 5 أشخاص، يحتل صاحب الأسبقية الأولى المنتصف، منتصف بنفس ترتيب الجلوس في المقاعد، واثنين على يمينه واثنين على يساره من المضيفين. أما إذا تطلب الظروف أن يكون العدد 4 أشخاص جميعهم 4، يعني 3 والشخص الرابع هو الضيف، يحتل صاحب الأسبقية الأولى جهة اليمين ويأخذ الثاني والثالث والرابع على يساره بنفس ترتيب الأسبقية، نفس ترتيب الأسبقية الذي تحدثنا عليه. يعني هو يقف على الجهة اليمنى للـ3 شخصيات، والأول في الأسبقية يأخذ المكان اليسار للضيف، والأقل يأخذ المكان اليسار للشخصية الأولى، والثالث يأخذ المكان اليسار للشخصية الثانية، وهكذا. أما أسبقية الخطابة وإلقاء الكلمات في الحفلات التي يغلب عليها الطابع الخطابي، يقدم الخطاب الرئيسي لصاحب الأسبقية الأولى. ويكون خطاب رسمي، هو خطاب آخر الخطاب، لتكون الجميع حاضرين صحفيين. في الغالب يأخذ هو آخر، لا يبدأ الخطاب الرسمي في أول الحفل، يأخذ آخر الحفل لكي يكون الجميع على جاهزية والجميع متشوق لحضور الخطاب الرسمي للشخصية التي ستقوم بالتحدث في صاحبة الأسبقية أو صاحبة أو ضيف الحفل الرئيس أو كلمة الحفل الرئيس والذي يأخذ الأسبقية في الحديث. إذا تحدثنا عن الأسبقية في هذا اللقاء بأنواع وأشكال مختلفة. قد تأخذ الأسبقية أيضا أشكال متعددة وأنواع كثيرة غير الذي تحدثنا عنه. إذن في النهاية الأسبقية مهمة جدا جدا، وقد تؤثر على العلاقات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول إذا تم تجاهلها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنزلوا الناس منازلهم. هذا الشخص الدبلوماسي أو الشخصية الوزارية أو الشخصية مسؤولة المؤسسة الدولية استحق هذه المنزلة بناء على المسمى أو الاستحقاق الإداري الذي وضع فيه. إذن عندما يستحق أو يوضع أو يستحق الأسبقية، يستحقها بناء على الدرجة الذي وضع فيها. في المؤتمرات كما تحدثنا يتحدث أو يجلس الأستاذ الدكتور على الجهة اليمين إلى صاحب المؤتمر، لأنه هذا استحق الدرجة الأسبقية بناء على الدرجة العلمية الذي امتلكها. هناك استحق الأسبقية بناء على المنصب، وبناء على المنصب الذي استحقه على المكانة. إذا خرج من هذه المكانة وحضر نفس المؤتمر أو حضر نفس الاجتماع بصفة أخرى، قد لا يستحق نفس الأسبقية الذي استحقها في حالة شغره لهذا المنصب، وهكذا. الأسبقية تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى خبرة عالية كي يتمكن الشخص الذي يقوم بترتيب صاحب المؤتمرات أو صاحب المشرف
رجل المراسم المشرف على هذه القضايا أن يقوم بترتيبها بشكل دقيق جدا، ولكن نحن نأخذ خبرة أو نأخذ اطلاع بشكل عام عن الأسبقية وآدابها وطريقة التعامل بها من ناحية البروتوكولية ومن ناحية الاتيكيت ومن ناحية التشريفات بشكل عام في إدارة هذه المراسم. نشكر لكم حسن استماعكم، وسنتطرق إلى هذه المواضيع بشكل موسع في اللقاءات القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.